السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وانتم بخير. النهاردة أول يوم عيد الأضحى المبارك لسنة 2020. النهاردة بسجل لسبب أنا من يومين بالظبط لقيت قطة يعني متوسطة العمر، يعني قلت 3 شهور 4 شهور، كانت بتاكل حتة لحمة، كانت في الزبالة طبعا بتاكل حتة لحمة، فتابعتها. فبعد ما أكلت القطعة أكلتها في بقها تفتها تاني، يعني خرجتها من بقها، فحبيت أتابعها أشوف هي ليه خرجتها. فكل شوية تاكلها وتخرجها، فاكتشفت ان قطعه اللحمه دي فاسده والقط مش قادر ياكلها، ومع ذلك بعد ما بيتفها بيرجع ياكلها تاني، هو جعان. فلما بياكلها تاني مش قادر، طعمها منتن يعني نتنه، فبيرجعها تاني مش قادر ياكلها. فصعب عليا جدا جدا، يعني شوفوا هما بيعانوا قد ايه، بيحاول يقنع نفسه ان هي سليمه وهي مش سليمه. فالنهارده قررنا نفرحهم. انا هلف على الصناديق، الله يكرمكم يعني اكرمكم الله، هلف على صناديق الزباله اللي بيكون فيها تجمعات قطط كتير، مش هروح في الحدائق. الحدائق بتكون فيها ناس قاعده، ممكن في بقايا اكل، فالحدائق بيبقى فيها اكل كويس ونظيف وبقايا اكل الناس. صناديق الزباله لا، محدش هيرمي اكل سليم، كل الاكل بيكون فاسد، وحتى لو مش فاسد هيفسد مع الحر. فاحنا ان شاء الله هننزل النهارده معانا حته فرخه كبيره كده قطعناها قطع صغيره، هنوزعها على اكتر من مكان. طبعا احنا معانا طبقين، يعني حاولنا نقطع بقدر الامكان عشان برضو ايه، مش فكرة ان هم مش هيقدروا يقطعوا، لا فكرة ان هو بيبقى فيه تجمعات قطط كتير، فلو في قطط اقوى ممكن لو هي الفرخة كاملة او الدجاجة كاملة هتستولى عليها لوحدها. فيعني ايه، عشان هو مثلا ممكن ياخد قطعة كبيرة من دول ويسيب الباقي للمستضعفين، يعني من القطط التانية، فدي هنحاول نوزعها على اكتر من مكان. في ناس اكيد يعني بتقول المسلمين اولى، زي ما قلنا قبل كده، هو مش خيار، يا اما تساعد المسلمين او الفقراء يا اما تساعد الحيوانات، انت ممكن تساعد الاثنين، لكن اللي بينك وبين الناس لا يعلمه الا الله. لكن اللي احنا بنعمله ونصوره مع القطط والحيوانات عشان ننشر ثقافة الرحمة بين الناس، لما تشوف قطة ما تقولش عليها دي قطة وحيوان، مش مشكلة، هي روح وبتحس وبتشعر. فخلينا بقى نبتدي المشوار، يلا بينا. طبعا احنا بنحاول نشوف في الشوارع، نلف في الشوارع نشوف صندوق زبالة، نشوف اذا كان في متجمع فيه قطط ولا لا. ده شكله نظيف مفيهوش حاجة. خلينا ندور تاني، نلف لفة. في باسكت هناك اهو، نشوفه. احنا هنحاول بقدر الامكان اللي احنا نوزع على اكتر من صندوق بمناسبة العيد، يعني هما كمان ياكلوا لحمة، اشمعنى هما ماكلوش لحمة؟ ايوه صندوقين كمان هم ورا بعض، يا رب نلاقي فيهم، يا رب. ده فاضي خالص، فاضي 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 فاضي. طيب نشوف واحد تاني، كله فاضي. شكل البلدية جت نضفت، شالت كل الزبالة اللي موجودة. طيب هنحاول ان شاء الله نشوف، يعني عشان الفراخ اللي معانا كده ما ترجعش البيت تاني، ان شاء الله نلاقي بإذن الله. في صندوق قريب اهو، يا رب نلاقي فيه. فيش قطط هنا، مالكوا يا قطط؟ فين انتوا؟ فين في قطة ماشي لوحده اهو، بس انت عم رايح فين؟ ده برضه فاضي. انا شكلي نزلت في وقت البلديه نضفت. خلينا بقى ننزل بالليل، لان شكل كده عشان الحر القطط ممكن تكون مستخبيه في البيوت في الظل يعني. فهنلف لفه كمان بالليل ان شاء الله، اعتقد هنلاقي باذن الله. كله بقى يبدا يطلع من البيوت ويطلع يدور على الاكل بتاعه في الصناديق. في الحاله دي ممكن نلاقي يعني تجمعات كبيره ان شاء الله. الحمد لله على صلاه المغرب كده نازل، لقيت طبعا القطط دي، فده مناسب جدا وكمان صغيرين، فنحاول ننزل نوديهم الاكل دلوقتي. ادي الاكل اهو يا جماعه، ودي القطط، نروح نديلهم الاكل. هم طبعا كده هيخافوا مني. الاكل اهو، يلا تعالوا تعالوا تعالوا، نشوف خايفين ازاي، صغيرين ازاي، بس هياكلوا ان شاء الله ان شاء الله. الحمد لله رجعنا من الصلاه يا جماعه، لانهم بياكلوا هم، بس اللي هو الرؤيه مش واضحه شويه عشان بالليل. ايوه بس بياكلوا هم اللحمه، ياكلوا اللحمه دي كمان ان شاء الله هتاكل زيها. يا جماعة احنا سلطنا الضوء عليهم هم عشان ايه، نوري لكم هم بياكلوا. اه
بياكل هم يا جماعة، بياكل هم، بتاكل ورك الفرخة. ودي فوق اهي واحدة كمان. الحمد لله الحمد لله، يعني والله الواحد فرحان بجد. يعني شوفوا القطط دي عمالة تنقي في باسكت الزبالة، الكياس كلها مقفولة، ممكن ما يكونش فيها اكل. بعدين اهو قدامهم الحمد لله تاكل منهم كتير اهو، ويا رب يخلصوا الباقي بقى عشان ما يبص. يعني بنتي كمان يا أمورة، تعالي كلي يلا. شوف حجمهم قد ايه، حجمهم صغير خالص. مكملين مشوارنا بالليل بعد ما صلينا المغرب وشورنا لكم الطبق الاول، والقطط خلاص بتاكل منه. الحمد لله ربنا وفقنا ان هم 3 قطط صغيرين، فالحمد لله وجبه مغذيه ليهم. معانا كمان طبق، بس حاول بقى اشوف مكان تاني يا رب نلاقي. ندخل في الشوارع دي كده، ايوه في باسكت زباله هنا اهو، يا رب نلاقي حد، يا رب نلاقي، يا رب نلاقي. مفيش هنا يا جماعه، في باسكت كمان قدامه، يا رب نلاقي فيه. مش كده، انا عايز تجمعات، مش مجرد بس قطه. لو قطه سهله اكلها، انا عايز تجمعات قطط. ايوه استنوا بقى عشان انا لقيت قطه صغيره. هنشوف بس الاول ايه، اركن هنا كده. لقينا قطه صغيره هنا جنبنا، فهنركن وننزل ونشوفها نديها اكل حتى لو لوحدها. موجوده اهي، موجوده. شوفوا بتاكل من الزباله، بتاكل من الزباله، بتاكل من اي كيس وخلاص. فانا هبعد عنها شويه عشان ايه، هديها العلبه الثانيه. المشكله العلبه دي كبيره، فيعني مش قطه لوحدها مش كفايه، بس نديها منها جزء. طيب يعني لما نديها حته، ايوه في قطتين اهو، حطيناها هنا فوق عشان تكون بعيده عن فسكه الزباله. ودي الايه، اللحمه يا جماعه، شايفين يا جماعه اهو اهو. انا لما قربت شويه ونورت بالعربيه الحمد لله رجعوا ياكلوهم تاني اهو، بس مش هنخسر حاجه والله. كل يا باشا كل، استمتع براحتك خالص. لحمه كتير وزي الفل، واحده كمان اهي مستنيه تاخدها، هي بتاكل اصلا. ايه لا ولا خايفه مني ولا حاجه، هي يعني خلاص يعني مستمتعه بالفرخه، مش مصدقه يعني. والله الواحد مبسوط جدا جدا على اللي حصل ده. يعني خلوها حتى مره في الاسبوع، مش لازم كل يوم، بس حتى مره في الاسبوع، بدل ما هم يفضلوا ياكلوا من الزباله، ادوها بس يوم واحد في الاسبوع مش اكتر، يغيروا طعم اللي في بطنهم، يحسوا اللي هم بياكلوا زي القطط الثانيه اللي في البيوت. فيعني هي التجربة كانت حلوة، وبصراحة أنا كنت فرحان جدا، وأتمنى إن أنتوا تعملوا زيها. وبشكركم للمتابعة بجد، وأنا بحبكم جدا في الله علشان أنتوا بتدعموني وبشجعوني على اللي أنا أكمل في المحتوى ده. فأنتوا بجد سبب أساسي ورئيسي في اللي أنا بعمله، فجزاكم الله خيرا. وأتمنى الفيديوهات اللي زي دي نعمل لها شير ولايك. انا ما بقولش لاي فيديوهات تانية زي الفيديوهات التعليميه والحاجات اللي احنا بنتعلمها مع القطط بتاعتنا، لا، احنا الفيديوهات اللي زي دي للناس اللي ما عندهاش برضو قطط. يعني الحاجات اللي فيها معلومات بتخص الناس المربين القطط، لكن احنا بنتكلم ان ده عمل انساني وعمل خير، ملوش علاقه باللي عنده قطط او لا. نحاول ان احنا ننشر الفيديوهات اللي زي دي بقدر الامكان، علشان حتى اللي ما عندوش قطط يعني بيحس بحاجه زي كده، وبيحس بالامهم ومشاعرهم وتعبهم، وان هم ازاي بيعانوا في الشارع بره. فيا ريت ننشر الفيديو في اي مكان انتوا حابين تنشروه. كمان اللايك مهم، ليه؟ لما يكون في لايكات كتير وشير كتير، اليوتيوب نفسه يبتدي لما يشوف في لايك كتير يبتدي يرفعه في الفيديوهات المقترحه في الصفحه الرئيسيه في الهوم، عشان يوصل لعدد اكبر من الناس حتى اللي ما عندهاش قطط. فعلشان حتى لو هما مش هيعملوا حاجة، بس يشوفوا الفيديو ويعرفوا ان في ناس بتعمل خير، وهو ممكن يقلبها في دماغه ويبتدي حتى يفكر. يعني على الاقل هناخد ثواب اللي هو احنا وصلنا له الفكرة. الحلقة الجاية اهم حلقة عملتها في حياتي من ساعة ما بدأت في اليوتيوب. انا مش بقول من اهم الحلقات، لا، انا بقول اهم حلقة عملتها في حياتي من ساعة ما فتحت قناة اليوتيوب. انتظروا الحلقة الجاية، مهمة جدا جدا جدا، وفيها كمية سعادة رهيبة، وهتفرحنا كلنا، وهتحل مشكلة أنا وإنتوا كنا بنعاني منها. انتظرونا الحلقة الجاية
ضروري الكل يشوفها. السلام عليكم.